يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يصف امرأة لرجل فيقول صفتها كذا في الطول والحسن والبياض وما أشبه ذلك، إلا إذا كان هناك موجب شرع، مثل أن يكون هذا الرجل يريد أن يتزوجها فيصفها له أخوها مثلا من أجل أن يقدم أو يترك، لأن هذا لا بأس به. كما أنه يجوز للخاطب إذا خطب امرأة أن ينظر إليها من أجل أن يكون هذا أدعى لقبوله أو رفضه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصف المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها. وهذا كما أنه محرم فهو من جهة الزوجة ضرر عليها، وذلك لأنه إذا وصفت المرأة لزوجها فربما يرغب فيها ويتزوجها عليها ويقع بينهما مشاكل كما هي العادة. ولا يعني هذا أن الإنسان يدع التعدد، تعدد الزوجات خوفا من ذلك، لا، لأن التعدد مشروع إذا قدر الإنسان على ذلك في بدنه وماله وعدله، فإنه يشرع له أن يكثر الزوجات ليكثر النسل وتكثر الأمة الإسلامية. لكن إذا كان يخشى ألا يعدل فقد قال الله تعالى: إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. والحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يصف المرأة لرجل أجنبي منها إلا إذا كان هناك موجب شرعي. ومن ذلك ما يفعله بعض السفهاء بحيث يفتخر عند أصحابه وزملائه، يقول امرأتي جميلة، يعني يفتخر بجمال الزوجة، امرأتي جميلة وجهها كذا وعينها كذا وفمها كذا وما أشبه ذلك، فإن هذا من المحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه.